يجب أن نخرج بسرعة للدمير. معنا خيول قوية وسنطير بها، لا تقلقي يا ابنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا شيخي. أهلا بك يا شيخنا. أهلا بك. أنتم دائما مستعدون للقتال، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا شيخي، ولكن الأعداء حولنا دائما ويجب أن نستعد. أجل أجل شيخي، تفضل بالجلوس. بسم الله. ذهب أرطغرل لقتال الأعداء، لكن مر وقت طويل ولم يعد بعد. الأعداء أيضاً كالشياطين. ماذا تعني؟ سأخبرك معنى الكلام. أتعلمون من هو أكبر معين للإنسان لكي يكون عبداً صالحاً؟ إنه الشيطان، الشيطان أكثر من يساعد الإنسان في الدنيا على عمل الصالحات هو الشيطان، لأنه إذا لم يجاهد العبد نفسه ويجاهد الشيطان فلن يصبح صالحا ولن يعرف معنى الإيمان. أتعلمون أن أذكى مخلوقات الله هو الشيطان؟ يعمي بصر العبد بعد ذلك يهاجمه، وهذا لكي يبعده عن الطريق، لكن العبد الذي يقضي الليل والنهار لكي يصبح عارفاً بالله، حتى إذا بذل الشيطان جهده كله ليغويه فالعبد الصالح لا يحني له رقبته ولا يسير معه، وكلما عانده كلما قوي إيمانه وازداد في الإخلاص. ولهذا فالعدو كالشيطان، فمن يقضي حياته يقتل ليحقق البطولات وظيفته كوظيفة الشيطان. ابنتي حليمة، فليكتب الله لنا السير على طريقه وليمنحنا الإرادة والعزيمة لنجاهد الشيطان والعداء، وليعطنا القلب والعقل أيضا. آمين آمين. بارك الله بك شيخي، فليطل الله في عمرك. آمين آمين. يا درويش، الأمانة في رعايتك. أنا بأمرك شيخي.